أطلق مجموعة من الشباب في مدينة السلط مبادرة بهدف ربط خريجي المدارس بمدارسهم التي تلقوا تعليمهم فيها إيمانا بدورهم التكاملي مع القطاع التعليمي في خدمة مدارسهم وأبناء الطلبة عبر الأجيال. مبادرة جديدة شكلت نموذجا إيجابيا لتوثيق الروابط بين خريجي المدارس بمدارسهم التي تخرجوا منها ومجتمعهم المحلي. جاء اليوم الطبي المجاني من فريق مبادرة وفاء لمدرستي للعمل التطوعي في مدينة السلط وبالتحديد لخريجي مدرسة سليمان النابلسي للبنين. هاي المبادرة وفاء لمدرستي نطمح أنها تعمم على مستوى مدارس المملكة، يعني كل من ضمن منطقته، يعني كشباب مجتمع محلي يشوف المدارس اللي حواليه ويقوم شو ما بيقدروا يعملوا نشاطات. أنا مأمنة الإيمان بالله، بس في ناس مش مأمنة، في ناس ما بتقدر تجيب علاج ولا بتقدر تفوت على طبيب. يعني يوم حلو، أول شيء ثابت كل الناس معطلوا حلو برضو اليوم مناسب. اليوم الطبي المفتوح الذي ضم معظم التخصصات الطبية وتخلله توزيع للأدوية على المراجعين داخل أروقة المدرسة لقي اهتماما وتفاعلا كبير من قبل المواطنين الذين طالبوا بتعميم الفكرة على خريجي مختلف المدارس في المحافظات كافة. تم التنسيق مع المجموعة المنظمة لأكثر من مرة وأكثر من جلسة، وتم التشاور ومخاطبات رسمية مع جميع الجهات الداعمة. قدمنا جميع العلاجات والأدوية والمضادات الحيوية والفيتامينز لكل التخصصات اللي شملت فيها النسائية والأطفال والباطني وأمراض السكري والضغط، الأمراض المزمنة والجلدية والأسنان والأطفال. حاولنا أنه نجمع كل أنواع الأدوية اللي بيحتاجها أهالي السلط، وكان إعلان عن هذا اليوم الطبي خلال مواقع التواصل الاجتماعي معي وخلال النشرات الموجودة بالمحلات واليافطات الموجودة بالمدرسة. المبادرة لم تقتصر على اليوم الطبي وحده، بل تعداه إلى قيام الفريق بصيانة المقاعد المدرسية وتركيب لوحات توعوية وإرشادية وإلقاء محاضرات حول مضار المخدرات والتدخين ومجابهة الأفكار المتطرفة وخطاب الكراهية. مبادرة وفاء لمدرسة مبادرة شبابية تطوعية تهدف إلى دمج العمل الشبابي التطوعي بالخدمة الطبية داخل المدرسة كلبنة أساسية في بناء المجتمعات. زيد الخليفات من مدرسة سليمان النابلسي في مدينة السلط، المملكة.